القرآن فيه خير دليل على أن الإسلام هو الدين الذي يرتضيه ربنا عز وجل. قال الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الكفار يكفرون أهل الإسلام، الكفار من اليهود والنصارى والهندوس والمجوس والسيخ والمنويين، كل هؤلاء القوم يحكمون على أهل الإسلام بأنهم ماذا؟ بأنهم كفار، ولذلك يستبيحون دماءنا. فإذا كفرونا واستباحوا دماءنا لا يتكلم أحد. أما إذا قلنا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالوا هذا لا يصح، نريد أن يتعايش الناس بحب، لا نريد أن نكفر أحدا. الإسلام دين المحبة، ليس فيه تكفير ولا أي شيء. لكم دينكم ولي دين، نعم لكم دينكم ولي دين صحيح، ولكن لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم لمين؟ خلاص لكم دينكم. والآية الأولانية اسمها إيه؟ قل يا أيها الله. انظر، يقولك ما تكفرش حد، والإسلام دين الحوار والتعايش السلمي، وربنا بيقول لكم دينكم ولي دين. طيب ليه دين ودين الإسلام؟ طب لكم دينكم، دين كله إيه بقى؟ يقول طب تعالى نقرأ الآيات منين؟ من الأول. بلاش أقرأ أنا، هات المصحف ونبص كده على الآيات ونقرأ الآيات. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ولا أنتم عابدون ولا أنا عابد، وبعدين ولا أنتم، لكم دينكم ولا دين. إذن هذا في سياق الحكم على من؟ على الكفار. سبحان الله، نسأل الله تعالى ألا ينكس عقولنا. الناس دي حالها بالضبط زي واحد ما بيصليش، ما بيصليش. تعالى يا عم صل، أعوذ بالله. ليه يا عم؟ ربنا بيقول ويل للمصلين، ولم يكمل الآيات. ويل المصلين، ويل يعني هلاك، والويل واد في جهنم. يبقى واد في جهنم لمين؟ للمصلي. يعني كان قصة قرأتها في كتاب، إن رجل صلى في الصف الأول، وده أول مرة يدخل المسجد في حياته. الشيخ مصطفى قعد يكلمه الصلاة والبتاع، وحضر خطبة في المسجد بتاعه، فقال نروح نصلي. راح يصلي أول صلاة، صلاة الفجر، فسمع الراجل بيصلي ويله ألم نهلك الأولين، فراح سايب الصف الأولاني ورجع ورا. فاللي بعدها ثم نتبعهم الآخرين. الرجل كان اسمه مجرم، فراح سايب كذلك نفعل بالمجرمين، ففر وخر من المسجد، فر من المسجد. القصة دي قرأتها في أحد كتب الأدب. الله المستعان.